برشلونة يراهن على 4 مفاتيح لاستعادة نيمار. رغم تصريح نيمار بأن مستقبله مع باريس سان جيرمان أمر محسوم وأنه سعيد في الفريق الفرنسي، إلا أن نيمار دي سيلفا لا يزال يضع العودة إلى برشلونة كخيار ممكن. وغادر نيمار دي سيلفا صفوف برشلونة في 2017 وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة وصلت وقتها إلى 222 مليون يورو. وكان في الموسمين الماضيين ترددت أنباء أن النجم البرازيلي مجنون بفكرة العودة إلى الكامب نو. وصفقة نيمار متوقفة على 4 أمور، وبحسب صحيفة بورت الأسبانية فإن برشلونة يعول على 4 مفاتيح في صفقة نيمار سيلفا. ويتمثل الأول في أن النجم البرازيلي قرر تجميد مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك من أجل معرفة موقف البارسا من التعاقد معه. وأضافت أن المفتاح الثاني يتمثل في خوان لابورتا الذي يملك علاقات جيدة مع كافة الأندية ومن بينهما باريس سان جيرمان. أما الأمر الثالث فهو إدراك النادي الكتالوني أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاستعادة راقص السامبا. وأشارت إلى أن المفتاح الرابع يتعلق بليونيل ميسي، لأن قدوم النجم البرازيلي يعني استمرار البرغوثي الأرجنتيني، خاصة وأنهما يملكان علاقة وطيدة، كما أنهما لا يزال على تواصل منذ 2017. وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أن النجم البرازيلي أبلغ زملائه السابقين في برشلونة مرة أخرى أنه يريد العودة، وهو أمر تعرفه إدارة النادي أيضا.